نراجع خطتنا مرة أخيرة. أنا هقطع الشجر الواصل بين الحريق وباقي الغابة، وأنا هستخدم قوة التحريك عن بعد في إبعاد الشجر المقطوع، وأنا مع رجال الحماية المدنية هنتسبب في حريق عكسي عشان نقضي على النار المتجهة للغابة، وأنا هراقب عش الطائر عشان أتأكد إن النار مش هتقرب منه. يا عالم يا ناس، الحريق بيزيد وبيوتنا في خطر. وحضرتك ساكن فين؟ أنا في الأكواخ المبنية في نهاية الغابة، يعني لو الغابة اتهرجت بيوتنا كمان هتتهرج، والأرض اللي بنزرعها هتتحول لصحراء بعد ما الغابة تختفي. وعدها هنطفي الحريقة والدنيا هترجع زي الأول وأحسن كمان. طيب نساعدكم إزاي أنا وباقي القبيلة؟ ممكن تنضموا لينا وتنقلوا معنا الشجر المقطوع بعيد عن مسار النار. ما في مشكلة، وإحنا كلنا مستعدين. دكتور خالد، ياريت حضرتك تشرح لنا إيه اللي بيحصل بالظبط، لأن أغلب المشاهدين مش مستوعبين حجم البطولة اللي أبطالنا بيقوموا بيها. في البداية كان مطلوب قطع الشجر علشان النار تتحجز بعيد عن الغابة، وبالطريقة دي بنعمل فاصل يمنع النيران تنتشر أكتر. قالولنا إنهم 40 شجرة بالظبط، ده العدد المناسب لتحجيم الخسائر. وبعدها جه دور بطلتنا المغوارة فرحة القادمة من كوكب السعادة، استغلت قوتها بالكامل علشان تحرك الشجر المقطوع بعيد عن الغابة. في 10 دقايق بالظبط كانت أنهت مهمتها، وبكده نوصل لدور بطلنا نور. المرحلة دي حاسمة، وأي غلطة بسيطة ممكن نخسر بيها كل حاجة. قلتلي إن التكنيك ده مستخدم في إطفاء الحرائق. بالفعل، وده بيتم عن طريق إشعال النار في طريق الحريق، بمعنى آخر إن إحنا بنطفي النار بالنار بحيث نوقف انتشار الحريق. بس فين زهرة؟ مش شايفاها. دور زهرة ما يقلش عن دور باقي أبطالنا، لأنها وقفت تحمي عش الطائر من درجات الحرارة الشديدة اللي جاية من ناحية الحريق. ده درع طاقة يا دكتور خالد، مش كده؟ أيوة، تكنولوجيا زودهم بيها بطلنا رامي، وزهرة قدرت تستخدمها على أكمل وجه. برافو عليك يا زهرة. برضو مش هسيب، ما تخافوش، هفضل أحميكم لحد ما النار تنتهي. النار انتهت. انتهت بجد؟ أيوة، تقدري تنزلي ايديكي. انت بقالك ساعتين واقفه، خلاص يا زهره الخطر راح. العش سليم؟ ثواني اتاكد. المؤشرات الحيويه طبيعيه، والطيور الصغنطوطه هتخرج من البيض بعد يومين بس. مامتهم بتقرب، هي على مسافه 20 متر بس. بينا نبعد عشان الطائر يحط على العش من غير ما يخاف مننا. مش مصدقه ان مهمتنا انتهت. لا لسه ما انتهتش. ليه؟ النار ولعت تاني؟ لا، ده ايه ده؟ ايه ده؟ عسلية؟ لا، مشعل. مش فاهمة حاجة. النار تمت بفعل فاعل، يعني في واحد ولع النار؟ أيوة، اتأكدت بنفسي. الدليل ده كان وقت اشتعاله هو وقت بداية الحريق، وطبعا النار قضت على البصمات. شكلنا كده مش هنروح، مش قبل ما نتأكد ان الحرايق مش هتحصل تاني. رامي، حاول تعرف لي المشعل ده بيتباع فين، كده ممكن نوصل للي اشتراه، وانا محتاج اعمل شوية تحريات. القبيلة دي عاش فيها جدودي وجدود جدودي من مئات السنين، وملناش مكان تاني نروحه. تفتكر مين اللي في مصلحته الغابة تتحرق؟ مفيش حد مهما بلغ بيه الشر انه يتعمد يعمل كده. للأسف فيه، ده اللي حصل فعلا. ده يخليني أسألك تاني، مين مستفيد؟ هيكسب ايه لما الأرض تبقى خراب؟ مش عارف اللي هقوله ممكن يفيدك او لا. أرجوك قول. تقريبا في رجل أعمال طلب يشتري أراضينا من فترة قريبة. مين هو؟ ما عرفش. طب ازاي عرفتوا انه عايز يشتري ارضكم؟ كان دايما يبعت لنا ناس شغالين معاه، ومهما حاولنا نسأل شغالين مع مين محدش كان بيرد علينا. طيب هو مكان القبيلة بعيد عن هنا؟ تقريبا لا، نص ساعة مشي. انا عايز ابص على المكان، يمكن اعرف الناس طمعانين في ارضكم ليه. طبعا طبعا، ده شيء يشرفنا. الصورة مش واضحة يا رامي. هعمل مسح بالاشعة السينية والصورة هتكون عندكم حالا. تقريبا لقيت حاجة. فعلا في مية جوفية على عمق 15 متر بس. فكروني يا جماعة، المية هتفيدنا بإيه؟ الجزء اللي اتحرق من الغابة لازم نزرعه مرة تانية، وللأسف جذور الشجرات هتكون صغيرة، ولازم وسيلة لرياها لحد ما عودها يشتد. طب لو لقينا المية نعرف نخرجها ازاي من تحت الأرض؟
محتاجين ندرس البدائل كلها. لاحظوا إن عندنا مشكلة تانية، مفيش شجيرات نقدر نزرعها مكان الشجر اللي اتحرق. غريبة، الشجر طول الوقت موجود في المشاتل. بالظبط، فأول جولة عملتها لقيت ناس كتير بيبيعوا شجر صغير. في حد اشترى الشجيرات كلها ومفيش ولا شجرة واحدة نزرعها. وهيشتري الشجيرات ويخبيها ليه؟ أنا مش فاهمة حاجة. أكيد في حد من مصلحته الغابة ما تتزرعش تاني وتفضل صحرا. دلوقتي عندنا مشكلتين. المشكلة الأولى إننا نوصل للمية اللي تحت الأرض عشان نروي بيها الشجر، والمشكلة التانية إن مفيش شجر أصلاً نزرعه، شكلها قفلت. وفي المكان ده بنمارس فيه حرفة الرعي والصيد والزراعة، يعني زي ما انت شايف حياة بسيطة. برضو مش لاقي سبب يخلي حد يمشيكم من هنا، الأرض دي أكيد فيها لغز. للأسف أرضنا فقيرة، يا دوبك بس نقدر نزرعها. لازم نوصل للناس اللي عايزين يشتروا أرضكم، حل اللغز كله عندهم. هنوصل لهم إزاي؟ هي في عربيات كتير بتيجي هنا؟ لا، دي عربية الناس الأشرار اللي بيحكولك عنهم. ثابت أثر في الأرض لأنهم جوهم في يوم مطر. كانوا هنا إمتى تحديداً؟ بعد ما القمر كان بدر بيومين اتنين، يعني من 11 يوم. بتفكر في إيه؟ لقيت الطريقة اللي نقدر نوصل بيها للأشرار يا راجل يا طيب، وأوعدك بعد يوم واحد بس مفيش خطر تاني هيهددكم. يا ترى أبطالنا هيعملوا إيه؟ ممكن نسألهم ونعرف مين فيهم كان موجود هنا؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية.